بعد رفضه إجراء المقابلات الصحفية لأكثر من سنة ونصف السنة، قبل الفنان التائب فضل شاكر أن يجري لقاء صحفيا مع الام تي في. العودة إلى الفن ليست موضوع بحث لديه في هذه المرحلة، لأن الأولوية هي تسليم نفسه إلى القضاء اللبناني بعد التأكد من عدم دخول السياسة ولا السياسيين على خط الأحكام التي ستصدر بحقه. كان أنا عندي نية سلم نفسي حقيقة، لأنه أنا عارف حالي ما عامل شيء وبدي سلم نفسي، بس يعني لمين بدي سلم نفسي؟ نحن في عنا قضاء نزيه، وفي عنا قضاة بخافوا الله، وفي عنا قضاة عادلين، بس ولكن يعني يفكوا القيد عنهم للقضاة اللي عنا موجودين، خليهم يحكموا بالعدل، تركون خلوا يعني نحن اللي مؤيد القضاء هو السياسي. وصلنا لمرحلة نحمل سلاح لما بلشنا نتعرض لتهديدات ولاستفزازات ولإطلاق نار علينا من قبل سرايا الحزب، وكل لبناني بيعرف ممارسات سرايا الحزب كيف عم يعتدوا على الناس بطريقة وما حدا عم بيحاسبهم. يعيش الرجل كما بات معروفا في مخيم عين الحلو منذ نحو 3 سنوات، ويؤكد لزائريه المحدودين بأن الله سيظهر الحق ولو بعد حين. ومن زواره أخيرا الناشط الحقوقي المحامي نبيل الحلبي الذي بحث معه في وضعه القانوني. أول ما يحتاج هو إجراء تحقيقات ابتدائية نزيهة جدا، بعيدة عن التسييس، بعيدة عن أي ضغوطات خارجية أو سياسية، تحترم قواعد حقوق الإنسان وقواعد التحقيقات الشفافة، وتحترم الأصول، يعني أولا قانون أصول المحاكمات الجزائية. ثانيا طبعا ضمان محاكمة عادلة أمام محكمة يشهد لها بالعدالة والنزاهة. طبعا هون نحن بنستبعد كليا المحاكم الاستثنائية وعلى رأسها القضاء العسكري. أستاذ فضل شاكر يعني له كتير على المظلومين بهالبلد، وقف مع المظلوم، وقف مع الفقير بهالبلد، لابد أن نحن نوقف معه. أمر آخر يعني بشكل عام أي مظلوم يجب أن نقف معه. اللي صار أنه صار في محاكمة إعلامية لفضل شاكر قبل المحاكمة القضائية، صار في ضغط من جهات سياسية، صار في تسييس للملف القضائي، صار في كيدية بالتعاطي القضائي، وهذا أبدا منه مريح لا يكون الظروف متاحة لأنه يحضر فضل شاكر أمام محكمة بظل هالظروف. لابد من تهيئ الظروف إعادة الاعتبار لفضل شاكر تحت قبة العدالة، ومن بعدها لكل حادث حديث. المقابلة مع شاكر كاملة ترقبوها الساعة 10 إلا 10 دقائق.